باخد نوره. الو، اهلا يا نوره، ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ازيك يا ورحمه الله. دكتوره؟ اهلا وسهلا، ممكن بعد اذنك كنت عايزه اسال عن الشيخ حاجه كده. اهلا وسهلا، انا اول كنت عايزه اسال سؤالين يعني بعد اذنك. اتفضلي. اول سؤال، انا بقالي 3 سنين متجوز، هو جوزي غريب عني، حصل خلافات كتير بيني وبينه، كنت بزعل وكانت بتوصل للطلاق وكان في ناس بتتدخل وكنت برجع. ففي كل مرة كنت بدي فرصة تانية فرصة تانية فرصة تانية. أنا قبل ما ارتبط بجوزي أنا كنت بحب ابن خالي، وحصل مشاكل وكده، فما حصلش نصيب بينا وبين بعضينا، فاتجوزت إيه غريب. فجيت بعد ما اتجوزت وكده وحصل مشاكل، أنا كنت هتطلق ووصلت للطلاق خلاص، فتدخلت ناس ورجعت وكده، وهو حصل منه مشاكل كتير. فبعد العيد الفترة الأخيرة اللي فاتت دي حصل منه مشاكل كبيرة تانية، وأنا سكت عنها ومعرفتش حد من أهلي، يعني هو عمل موقف مش كويس. فحاليا أنا في مشاكل وفي خلافات ما بيني وما بينه، هل يعني أنا يعني بعد احترامي لحضراتكم ببقى معاه هو بعقلي لكن مع إنسان تاني بقلبي، انت مش خلفتي؟ عارفة. لا ما خلفتش، وثلاث سنين، وتأثير الخلفة برضو من ناحيته، من ناحيتي أنا تمام، مفيش أي طيب حاجة. السؤال هنا يا الخلفة فندم، دي سؤال، انت حضرتك السؤال، بكل كنت عايز أقول وضوح، لحضرتك أنا لو طلبت الطلاق هل كده أنا أبقى غلطانة هو بس بكل ولا وضوح ابن خالك اتجوز؟ لا؟ طب حضرتك سامحيني، لسه على علاقة بيه دلوقتي؟ فيه تواصل لا 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 خالص؟ خالص خالص، طيب. بس بس عينك برضو مايلة هناك يعني؟ إيه؟ قلبك مايل هناك؟ بقول لحضرتك انا ببقى مع، عشان ربنا يسامحني يعني، انا بقول الحق عشان ربنا ايه يسامحني، انا ببقى مع جوزي بعقلي لكن مع هو بقلبي، ومش قادره انساه ومش عارفه اسيله من بالي، مش قادره. طب هل ده ممكن يكون مأثر على طبعا تقبلك لأصل طبعا ما فيش طبعا، حد يعني، من وقت للتاني بيأثر على علاقتي يعني انت بجوزي، الغلطة بتاعته بتكبر بقى في عينك ومش بتكبر في طايقاه عيني وايه، لأنك وحاجه مشغولة بصدق بحد تاني؟ امسكها عليه بقى عشان اقول ايه اخلص بقى بسرعه وكده، بس انا معترفة. بصريته مره هي واثنين معترفة. وثلاثه. طب هو وعدك يا فندم ابن خالك، ممكن وعدك لو انت اتطلقت من ده هتتجوزك؟ بص، هو ابن خالي ده يعني نسمة، ما بيقولش، هو ده اللي يقول انا مش عايز اخرب عليها، هي خلاص حياتها اللي يعني هو اختارتها، عارف ان انت بس لازلتي، انا لما اسمعيني بس تحصل اسمعيني، هو عارف ان انت لازلتي متعلقة بيه صح؟ هو عارف طيب وحاسس، ايه اللي عرفك بقى وحاسس، ايه اللي في عرفك؟ فترة الزعل، في فترة الزعل الأولى كنا خلاص وصلنا للطلاق، كان أول سنة جواز، هو قال لي أنا لسه ساريكي، ولو أنا مش هخرب عليكي، لو انفصلتي أنا لسه طب ده غايبك. كلام، شكرا شكرا، وصلنا للشكر. شكرا، قامت الكلمة ايه داخلة رأيك بقى؟ رشقت بقى بس خلاص. خلاص. طيب دلوقتي نورة قالت لك ده هو نسمة ابن خالتي وقال لي مش هخرب عليكي بس انا شريكي، يعني ايه حتة كده انا شريكي لو اتطلقت انت تبعي، فطبعا هقول كلام بس ما تزعليش مني لا انا ما على بزعلش، الهوا. اتفضل لا لا، اجرد. خلينا لا خلينا نقول الجد، ما هو احنا عايزين الجد. هذه زوجة خائنة. الخيانة يا جماعة مش خيانة فراش، أصعب خيانة في الدنيا خيانة القلب، أصعب خيانة في الدنيا خيانة العواطف والمشاعر. إزاي تبقى قاعدة مع راجل بيأكلك ويشربك وسترك وبيكرمك حتى مهما يكن في بعض المناوشات البسيطة، وانت عايشة مع واحد تاني بقلبك؟ انت ظلماه. بدلي الأماكن، ولو جوزك معاك بعقله وجسمه وقلبه مع واحدة تانية، انت كواحدة ست ايه اللي هيحصل؟ هتموتيه لو تقدري. فانت يا فندم يا تكملي مع جوزك الحالي بالمعروف وتبقي زوجة كاملة المشاعر والعواطف وتتقي الله فيه، يا إما تفارقيه بالمعروف.